السلطة المحلية بحضرموت تعبر عن استيائها من بعض الدعوات الهدامة بالمحافظة وتشيد بعملية ميزان العدل الأمنية. البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اليمني بسبب توقف تصدير النفط. محافظ شبوة يطلع على سير العمل في فرع مصلحة الأحوال المدنية ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين. نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، أهلا بكم. عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى العاصمة عدن بعد أن شارك قيادة السلطة المحلية في محافظة المهرة جهود مواجهة الإعصار المداري تيج، وجدد العليمي الإشادة بدور السلطات المحلية بمحافظات سقطرى والمهرة وحضرموت في الحد من آثار الإعصار المداري والتسريع بإجراءات استعادة الخدمات العامة رغم الظروف التمويلية الصعبة. أعرب مصدر مسؤول في السلطة المحلية بحضرموت عن استيائه من بعض الدعوات الهدامة والبيانات المخالفة للواقع والهادفة إلى خلق الفتنة والتفرقة. وأكد المصدر أن بعض بنود البيان الصادر عن لقاء حلف قبائل حضرموت قد جانب الحقيقة، حيث أشار المصدر إلى أن أبناء حضرموت أيدوا وباركوا ما قامت به قوات النخبة الحضرمية والأمن من حملة أطلق عليها ميزان العدل. وأشاد البيان كذلك بدولة الإمارات واصفا إياها بالحليف القوي والأساسي في قيادة التحالف العربي. توفي وأصيب 16 شخصا إثر حادث مروري مروع بمديرية المسراخ في محافظة تعز. وقالت مصادر محلية إن 5 أشخاص بينهم طفلة لقوا حتفهم، فيما أصيب 11 آخرين بحادثة دهس وقعت في منطقة نجد قسيم بمديرية المسراخ. أدان سفراء الاتحاد الأوروبي جريمة تصفية الموظف لدى منظمة رعاية الأطفال هشام الحكيمي داخل سجون ميليشيات الحوثي في صنعاء بعد 2 شهر من اعتقاله. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إن سفراء الاتحاد الأوروبي دعوا ميليشيات الحوثي إلى سرعة توضيح ملابسات الوفاة فورا والتفاصيل، كما شددوا على ضرورة الإفراج العاجل عن موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في صنعاء. توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري بسبب توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ تصديره. ووصف البنك الدولي ذلك بأنه يشكل نقصا حادا بالمقارنة مع معدل النمو الذي شهده اقتصاد البلاد خلال العام السابق. توقعات بانكماش الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي بنسبة 0.5% بسبب توقع تصدير النفط نتيجة استهداف ميليشيا الحوثي لموانئ تصديره في اليمن. جاء ذلك بحسب تقرير أخير للبنك الدولي، والذي وصف بدوره ذلك بأنه يشكل نقصا حادا بالمقارنة مع معدل النمو الذي شهده اقتصاد البلاد خلال العام السابق 2022 بنسبة 1.5%، مما يشكل تناقضا حادا مع معدل النمو الذي شهده العام السابق. وقال التقرير أن الاقتصاد اليمني واجه تحديا آخر بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تسيطر عليها سلطة الانقلاب والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة والتي أدى انتهائها إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة خاصة على قطاع النفط وصادراته. ولفت التقرير إلى أن استيراد الحوثيين الغاز المنزلي إلى مناطقهم أدت إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من مناطق الحكومة اليمنية، لكنه عاد وأكد أن بعض التحديات مثل تقلبات أسعار العملة وارتفاع التضخم واشتداد الاضطرابات الاجتماعية تسبب في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة القطاع الخاص. وبحسب البنك الدولي شهدت الواردات عبر ميناء عدن منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي انخفاضا كبيرا بلغ 61%، في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضا أقل بكثير وبنسبة 8%، ما أثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات البلاد. التقرير أفاد بأن الضغوط على المالية العامة زادت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية،
وأعاد السبب الرئيسي لذلك إلى ركود صادرات النفط، إذ يشير التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40%. ووفقا للتقرير، فإن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في اليمن لن تتحقق إلا بهدنة دائمة أو التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بحرب ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهو ما يعد أمرا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في الاقتصاد اليمني. اطلع محافظ شبوة عوض بن الوزير على سير العمل في فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وشدد المحافظ على ضرورة اطلاع موظفي فرع المصلحة بمهامهم ومسؤولياتهم كاملة وتحسين أداء العمل لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم الدعم والمساعدة لفرع المصلحة للقيام بمهامه وواجباته العملية على أكمل وجه. تتميز أبين ومديرياتها بتنوع تضاريسها المختلفة مما جعلها تنفرد بجمالها عن باقي المحافظات. الغد المشرق تأخذكم في جولة سياحية في سهول وسواحل ومزارع أبين لتوثق جمال وتاريخ وحضارة سكان المناطق الريفية والساحلية والجبلية. أبين أرض الخير والعطاء والماء والخضرة والوجه الحسن كما يسميها البعض. أبين بمديريتها الريفية والساحلية والجبلية رسمت لوحة فنية تجلت فيها حضارة الماضي والحاضر وارتباط وجداني بين الإنسان وطبيعة الأرض الخضراء التي لم يتعرض توازنها الطبيعي لعبث التطور العشوائي. تعد محافظة أبين بتضاريسها الجغرافية وتضاريسها أيضا نستطيع أن نقول الثقافية والاجتماعية عبارة عن فسيفساء متكاملة من هذه التضاريس. ففي أبين الجو الساحلي وهو جو استوائي، في أبين في الهضبة أيضا اللي هي لو دربودية الوضيع المحفد كيشان جو متوسط الارتفاع. تحتل الزراعة المرتبة الأولى كمصدر دخل أساسي لسكان محافظة أبين، والذي ساهم في تحسين وارتفاع إنتاج الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى صيد الأسماك الذي تتمتع به سواحل أبين الغنية بالمراعي السمكية، لتكون أبين أشبه بالسلة الغذائية المصدرة لباقي المحافظات المجاورة. أبين الخير والعطاء، أبين السلة الغذائية، أبين تغطي بغلاتها الزراعية كل أنحاء البلاد، أبين تشكل 80% من مزارعيها هم أصحاب البساتين، أصحاب المزارع المختلفة، أبين الينابيع، أبين الخير، أبين العطاء. في أبين أيضا المناطق المرتفعة وهي باردة طوال العام وتشبه الجو الأوروبي في يافع. للاستمتاع والتعرف على السياحة الريفية بأبين، تأخذكم عدسة القضي المشرق في جولة سريعة إلى حمامات الاستجمام الكبريتي للعلاج الطبيعي، ومن ثم ننتقل إلى رمال الصحراء الذهبية المحادية للسواحل البحرية الممتدة لأكثر من 300 كيلو متر شرقا، تحاديها شمالا وقربا مناطقها الريفية والساحلية وجبالها الشامخة كشموخ أبنائها. فكل هذه العوامل الطبيعية تشكل مناطق سياحية طبيعية ذات مناظر خلابة تجذب كل من زارها. لقناة القد المشرق عثمان عامر أبيض. في أخبار الرياضة، انطلقت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت البطولة الثانية للفقيد محسن صالح رئيس السابق للاتحاد اليمني لكرة الطائرة بمشاركة 5 أندية من مختلف المحافظات. وفاز فريق ميناء عدن في المباراة الافتتاحية على فريق اتفاق الحوطة ب3 أشواط مقابل شوط واحد. وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.
مشاهدينا انتهت هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. السلطة المحلية بحضرموت تعبر عن استيائها من بعض الدعوات الهدامة بالمحافظة وتشيد بعملية ميزان العدل الأمنية. البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اليمني بسبب توقف تصدير النفط. شاهدتم أيضا محافظ شبوة يطلع على سير العمل في فرع مصلحة الأحوال المدنية ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين.